مرحبا للجميع. اليوم رح اعمل انا وياكم ماسك الليمون والعسل والكركم. نحن بحاجة لملعقة من عصير الليمون او الحامض بالاضافة لملعقة من العسل الطبيعي اللي ما بيحتوي على السكريات. لكن رح اخذ ملعقة عسل ورح اضيف عليهم ملعقة صغيرة من الكركم او العقدة الصفراء. طبعا هيدا المزيج رح يساعدنا للتخلص من الاسمرار حول الفم او اذا كنت بحاجة لتبييض اي اماكن بالجسم ممكن يساعدنا هيدا الخليط. جربوا رح استفيد من الكمية الموجودة واعمل فيها كل الوجه. بنصح الكل يجرب هيدا الماسك، كتير رح تحبوه وكتير رح تحسوا في فرق. نقدر نركز على المناطق اللي نحنا بتهمنا. بعد شوي هون رح اترك هيدا الماسك على وجهي حوالي 20 دقيقة ومرجع منغسله سوا. وهلا صار وقت الغسيل. غسلته حواجبي عن جد وما لا مبالغة. نعومة الوجه غير شكل، ما بتاخد من وقت تكون كتير. مكونات موجودة بكل بيت، 5 دقايق من وقت تكون وبتحسوا قديش عن جد الفرق واضح. ما تنسوا الاشتراك واللايك.